فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام مسجدنا يخطئ كثيرا في قراءة القرآن في الجهرية غير الفاتحة. إمام مسجدنا يخطئ كثيرا في قراءة القرآن في غير الفاتحة في الجهرية، يقول: فهل علي إثم إذا لم أراجعه وأرد عليه حفاظا على الخشوع؟ عندكم مرجع، المساجد لها مرجع، تراجعون شؤون المساجد ويغيرون هذا الإمام، لا تستمرون معه وما يحسن القراءة. نعم.